يقول بالنسبة لطالب العلم إذا حفظ القرآن هل يبدأ بحفظ متون الأحاديث أم المتون العلمية كالتوحيد والفقه؟ وما هي الأقسام التي تنصح طالب العلم أن يلتحق بها في الجامعات؟ الحفظ وحده لا يكفي، لابد من معلم، لابد من معلم تحفظ عليه المتون ويشرحها لك، أما حفظ بدون معلم هذا لا يفيدك شيئا، فعليك أن تختار المعلم أولا ثم تحفظ المتون على يده وهو يشرحها لك، أو تدخل في الدراسات النظامية في المعاهد العلمية وكليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات اللغة، هذه الكليات كلها طيبة، كلها فيها مناهج دراسية وفيها كتب مقررات وعين فيها مدرسون يدرسون الطلاب، فيها خير بلا شك. وإذا جمعت بين الدراسة في المسجد والدراسة في الكلية أو المعهد، كن هذا زيادة خير. نعم.